أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نقدم لكم الأرقام الرابحة 23 8 18 38 12 35. ايه كاينه منها بنتك ربحت مليار. نعم مليار. ام مليار. جيبي لي هذوك الزوج في المركز. هذو على الشبان. ايه غاليين. شنو راهم بعدا؟ ايه ام مليار يمار. ام مليار مليار بنتي وام مليار. رسمي تلاقيت مع القط اليوم باينه. هذا واش تعرفت ملي طنطن؟ شوف انا كي نبوجي نجيبك الخبر. جبتك الخبر اليقين. البارح كنت فايت على دار ساميه نسمع صغاريت وتولوي الحاله مهوله. ابا نشنشت اخويا ودرت لونكيت لقيت باللي ساميه ربحت مليار في اللوطو. مليار مليار. اسمع انت نعرف كل سنك موش ليك. نسمع كلمه منا والله منا نعرفك بلي انت حكم فمك. مليار سمعت. مليار كون ربح المليار يفتح يا رزاق. ولابسي زرق في زوج. شنو هذا الكولار هذه؟ هي محمقها. هاي هاي مليار مليار. حشيشه عندها كريشه. غدوه لبسوا خضر. لبسوا خضر باش تولوا حشيشه ومع عدنوس. اصبع الى ما قبلوني جاني رجع لك الكوستيم تاعك. لقيتهم بسطانتيم وشريت بيهم كوستيم تورني بها فيلم. والله ما لقيت منين نبدا كامي عمر. ابدا من الاول. هذه مده وانا نتهدد نلحق حتى لب. هذاك الشيء يقول لي طبطب وهذاك الشيء يقول لي اها. وليت قلت واش بيك يا عبد الله؟ يا وراك عند عمي عمر تربينا عنده من اللي كنا صغار كان يلمنا يمدنا الحلاوات يحكي لنا الحكايات. الاغنيه اللي كنت تغنيه لي مازال فوق راسك في راسي. فكرني فكرني. انا الاغنيه اللي كانت تعجبني هذيك اللي تقول فيها عمار الزوالي يا صحيب خالي استنى الرجل حالي والروح معاك. الله الله على ذاك الوقت. ناس بكري يقولوا عمي عمر إلا ما قلت ما تقول قول الصح. وانا نقول لك الصح. بغيت نطلق العزوبية ونزوج بسامية بنتك. سامية بنتي. انا قلت مدها لي ليا خير ما طيش على هذاك القط. قط. شوف يا سي عبد الله انا غير هذاك القطيط اللي ما ناسبوش. عندك الحق. شوف يا سي عبد الله. شوف شوف يا وليدي الامر نتاع الزواج ماشي لعب ماشي تمسخير. فهمت كيما يقولوا زواج الليله تدبيروا عام يا حسره بل اكثر. والقرار الاخير يرجع لبنتي هي الصح. يا تقبل يا ما تقبلش. انا خضره فوق البربوشه. يا اخي هذيك الهضره يا عمي عمر انت هو الصح. انت هو البشيشه فوق البربوشه. الا هي تقبل ان شاء الله تقبل. ان شاء الله ان شاء الله. هاهم جاوا. مرحبا بك وليدي. على سلامتك. اليوم راه جا الشي عبد الله يخطبك يا بنتي. واش رايك؟ انا ما عندي ما نقول فيه. ما شاء الله راجل كرجال حطه تاني. الله يسلمك الله يسلمك. واش عبد الله شريت كوستيم جديد؟ جديد هو راك حطه راك تشعل من بعيد. بالله الله يسلمك الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله. مالا نقدروا نقولوا مبروك علينا سي عبد الله. الله يبارك عليك. الله يسلمك يهنيك ان شاء الله. خالتي انا ولينا رزمه واحده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سامية ان شاء الله. اي مبروك مبروك. كي نور الملح. شري الورد مليح جديد. أنا غتسحقي.
بيك؟ واش هاد الكوستيم؟ راني راح نخطب البلال ويد اختي ولازم نكون مريقل روحي. راح تخطب مزرعه راه خضر. يا انا تبع الفاميليا تاعي، انا اصلي نباتات، وين كاين حشيش نتبع الاكولور تاعي، واليوم نهار تاع جمال تاع حطه تاع رونقه عادي. تاع خضوريه اليوم يا هاو. روح روح خطب الولد اختك. صح. الله يحفظك وبارك. ان شاء الله ان شاء الله. واش يا عبد الله؟ واش اللي واش؟ واش راك دير؟ يعني خدام. خدام؟ اه راني نبيع في الورد. الورد؟ اه. شو من صباح حتى ربي راني مليك يدي خمس بوكيات. الله يبارك. بقى لي هذا كوموندها لي واحد راني مديه له. الله يبارك الله يبارك. وانت وين بها بالعلبه هذه تاعك؟ انا ليفري قاطو قاطو. ايه كاين جماعه هنا عندهم انيفرسار، انا ليفري لهم القاطو. ايه الله يعاونك الله يعاونك. اه عبد الله راك بالكوستيم؟ لا يا ماهوش تاعي هذا تاع واحد صاحبي شريه جديد. اه اي خاف لا يجرحو قال لي هاك روديه لي راني ندور له بيه. صح صح. وانت منين هذا الفستان الاخضر هذا؟ تعرفني حشيشه يريح في الحشيش، يحب اللون الاخضر. جماعه تاع البيئه راهم ماركوني باللي نحافظ على البيئه والمحيط الاخضر، عطوني الكوستيمه هذه باه مبان باش نقدر انايا ننبه الغاشي على المحيط الاخضر. ايه يعني كون نكملوا مزيتهم وكان عطاو لك فاز. فاز ايه. نقول لك واش دير؟ ايه؟ شوف روحك مباسينه عمرها بالماء والسكر. ايه؟ وجي لداخل باش ما تذبلش. باش ما نذبلش. ايه؟ جبد روحك تشوف. صح يا اخي كذاب يا اخي. انت ولا انت معك غير الصح. حجه هاد الدار نبيعوها نزفوها نروحوا من هذه الحومه خلاص نتهناو منها نروحوا للعلالي شوفوا لها كاس فيلا الله الله ونتهناو. هاش قلتي على بالك انا جاب لي ربي انا بدينا نكبروا شويه هيا احنا ثاني لازم نتمتعوا شويه. مالا هاد الدار نخلوها لساميه؟ وعلاش لا ساميه وسعد. واش بك واش خذاك هذا وين كنت لاباس عليك لالا؟ فكرت حشيشه كي جا يخطب في ساميه شحال عجبني الكوستيم ديالو. بصح الكوستيم تاعو واتاه فهمتي واتاه كي الحشيشه اخضر من برا ومن الداخل. وضوك تاكلي وحدك الجوز هاي هاتي هاتي هاتي. صباح الخير سعد. صبحت ملاح؟ راك حاطه لي المهم فهمي دوكا ما تجيش ليش تخطب جا عبد الله جا حشيشه هادو كامل جاو يخطبوا ولاد الحومه وانت ما تجيش واش خصك دراهم عندي دراهم عندي كلش شوف نشري نخلص الكوستيم نبدا بالكوستيم باش تبان حطه اكثر من اليوم طروبيل دار وين تسكن كلش كل واش تحق واش تحق نخلص لك عشاء الحلال هكذا باش بين روحك بصح نتفهموا حاجه كل شيء يبقى على اسمي هذه المهم انا نروح يما يتهوس عليا تتعيط بقى على خير سعد. عبد الله حشيشه لابس كوستيم وقال لي انا عندي وليمه مع وليد اختي وانت؟ انا عندي جنازه. الله اكبر شكون هذا مات؟ هذا واحد تلمون نحبو اني رايح له بالورد باه نستشفى فيه. الله اكبر امور جنازه تروح لها بكوستيم كومبلي كاع كحل تاك رايح بقوس قزح والورد كحل كي قلبك كي قلبي. اسمع تشري الورد واش ندير به انا الورد؟ شوف نشفو وارحيه وغليه وشربو كيما الزعتر فلا ربما يعقبك الحال شوي خادم صوت هذا خادم لي شغل عبد الحليم حافظ ويقول لي زعتر